مرحبا بكم أحبابي في الله في حكمة اليوم. إخواني، أي إنسان يعني تجلس معه إلا وتجده يدعي الفهم والعقل، أي إنسان تجلس معه إلا وتجده يعني كيبين لك أنه عارف وعارف وعارف، ولكن من هو العاقل حقا؟ يعني ليس كل من يدعي العقل أنه عاقل. قال الحكماء، وهي حكمة اليوم: يعرف العاقل بثلاثة أشياء. احفظوا هذه الحكمة أحبابي في الله، فإنها حكمة والله عظيمة. يعرف العاقل بثلاثة أشياء، ثلاثة الأشياء باش كيتعرف بها الإنسان عاقل: ترك الدنيا قبل أن تتركها، وبناء قبره قبل أن يدخله، وعبادة ربه قبل أن يلقاه. هذه هي الصفات التي إذا أردنا أن نكون عقلاء يجب أن تتوفر فينا. الأولى: ترك الدنيا قبل أن تتركها. أخي في الله، الإنسان لو أعطي مال الدنيا كلها، الإنسان لو كان عنده مال الدنيا كله، فلن يكون لك إلا واحدة من اثنين فقط: إما أن تتركها، إما أن تترك المال والنعم وكذا، وإما أن تتركك، إما أن تتركها بالموت، يقول لك فلان مات خلى دار وخلى عمارة وخلى كذا وكذا، وإما أن تتركك هي بمصيبة أو كذا. ترك الدنيا قبل أن تتركها. يقول الحسن البصري رحمه الله: ابن آدم بين ثلاثة أشياء، الإنسان بين ثلاثة أشياء في الدنيا: بلية نازلة، ونعمة زائلة، ومنية قاتلة. الإنسان بين هالثلاثة الأشياء، الإنسان هالثلاثة لابد فهم يتربصون بنا من كل جهة: بلية نازلة، ونعمة زائلة، ومنية قاتلة. فالعاقل هو من يترك الدنيا يعني من قلبه وليس من جسده. يعني لا يظن أحد الإنسان يعني يسمع الدنيا، ما الدنيا يقول لك احنا بغينا نقوم قابلين على المسجد، لا، ترك الدنيا بمعنى من القلب، من القلب. علاش ترك الدنيا من القلب؟ لأن هذا القلب هو كالوعاء، إما أن تملأه بالآخرة بحب الآخرة والعمل الصالح، وإما أن يملأ بالدنيا، واحدة فيهم، لأن الدنيا ضرة الآخرة. يعني من أحب دنياه كما قال عليه الصلاة والسلام: من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه، فأضر بالفاني على الباقي. العاقل هو الذي يقدر الأشياء حق قدرها. ترك الدنيا قبل أن تتركها. صاحب الدنيا بجسدك، صاحب الدنيا بجسدك، وفارقها بقلبك، وليزيدك إعجاب أهلها بها زهدا فيها وحذرا منها، فإن الصالحين كذلك كانوا. ويقول سفيان الثوري رحمه الله: خذ من الدنيا لجسدك، وخذ من الآخرة لقلبك. فالإنسان يعمل في الدنيا يكدح فيها، كما يقول القائل: يعني جسد في الحانوت وقلب في الملكوت. يعني هذا هو المؤمن، يعني يفرغ قلبه من حب الدنيا. علاش؟ باش يجي حب الآخرة فيه. ترك الدنيا يعني من القلب، ترك الدنيا قبل أن تتركها، هذه الصفة الأولى. الثانية: وبناء قبره قبل أن يدخله، وبناء قبره قبل أن يدخله. يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. قال أحد الصالحين: إذا أردت أن تنظر إلى نفسك من بعد موتك فاذهب إلى المقابر وتخيل قبرك واحدا من بين القبور، وانظر ما تحتاجه في قبرك فاعمله اليوم وغدا، وما يسوءك في قبرك فاجتنبه اليوم وغدا. فيا أخي في الله، ماذا تحب أن ترى في قبرك؟ ماذا تحب؟ تحب عملا صالحا فاعمل، تكره أن تنظر يعني عملا سيئا اجتنبه اليوم. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيه. وبناء قبره قبل أن يدخله، وعبادة ربه قبل أن يلقاه. أو اسمعوا هذه الكلمة: الإنسان ليس له يعني اختيار في العبادة، وإنما هي مسألة وقت فقط. الإنسان له مسألة وقت، إما أن يعمل عملا صالحا في الوقت المناسب، وإما أن يتمنى أن يعمل عملا صالحا يعني في وقت غير مناسب. الإنسان مهما كان في الدنيا ما بغى يكون يعني في إجرام ويتكبر، فإنه سيأتي يوم يتمنى فيه الرجوع إلى الدنيا ليعمل عملا صالحا ولن ينفعه. يعني خذ مثلا فرعون مثلا، يعني هل يصل الإنسان إلى فرعون؟ كان عنده ملك مصر، كان يعني عنده خزائن الأموال، عنده كل ما يحتاجه الإنسان في الدنيا من المال ومن كذا ومن كذا، ومع ذلك وكان يقول يعني أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، يعني في قمة الجبروت. ولكن عندما يعني أدركه الموت، عندما أدركه الغرق، يقول الله عز وجل: قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. يعني تمنى أن يرجع إلى الدنيا ليعمل عملا صالحا. وأختم بهذه
الكلمة للحسن البصري رحمه الله. كان الحسن البصري رحمه الله في جنازة رجل، جنازة إنسان، فمن اللي كانوا غادي يمشي عن الجنازة، الحسن البصري قال له أحد الرجل، قال له يا عبد الله أرأيت هذا الرجل لو رجع إلى الدنيا، هذا الرجل يعني المتوفى اللي مات، لو رجع إلى الدنيا أكان يعمل عملا صالحا؟ قال له نعم. قال له فكن أنت ذلك الرجل، فكن أنت ذلك الرجل. ألقاكم أحبابي في الله في حكمة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.